صفعتي. نعود إليكم في البث المباشر، وهذه المرة من بحيرة نهور جل. نهور جل هذه منطقة سياحية، البحيرة بحيرة تتزود بمياه الأنهار القريبة هون في المنطقة. منطقة سياحية كثير بتراودوها سكان، تبعد حوالي ما يقارب 15 كيلومتر عن مدينة كابالا. هاي منطقة كثير نشوف فيها القوارب، شوف تغير الطقس شوي، الضباب أبو الكامل صباح الخير. يا ورد أبينا أبو فادي، شو أخبار أبو فادي؟ كيف حالك؟ كيف إحنا البث المباشر حكي لنا هيك كلمتين. منطقة جدا حلوة وهادية وشنبية، عشان اللي بلفت النظر إنه اسم البركة اللي نحن موجودين فيها اسمها مهور رجال. لا يعني لا نهور جل. نهور جل فاللهجة كثير 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 طبعا مهور رجال. طيب نتمنى لك يوم سعيد. هاي بجنن. صباح الخير. شو بتساوي؟ بتصور حط بحيرة كبالة. شو كيف الأجواء؟ بتجنن. انت كنت ملغي للرحلة بعد ما عملتي كل الإجراءات، لكن في الدقيقة 90 رفعت تلفون بدي أشارك في الرحلة. مزبوط. أبو فادي سجلنا مزبوط. وكان تقريبا معجزة أنك شاركت في الرحلة. 8-10 الصبح حكيت معكم، 3 كان في حجز، كان في فيزا، معجزة. ثلاث ما قدرتش أقول معكم، ما قدرتش، عملت المستحيل. مبسوطة كتير. معلم ميرفت، معلم ميرفت من ترشيحة، يعطيك العافية معلم ميرفت، نتمنى لك يوم سعيد. تسلم وللجميع اليوم بجنن. آمين يا ربي. منال كثير كثير فعالة على صفحات التواصل الاجتماعي يا منال، ونشر الصور اللي بتصوريها لأنك بتصوري منيح بعرف. محمد صباح الخير، كيف حالك؟ طبعا الأهل بجوز لأنه أحمد كتب لي وحط تعليق، فبتقدر تحكي اللي بدك اياه هون. بدي اقول لهم انا كثير مبسوطة ومرتاحة ومش مثل ما بيطلعوا بالمكان. كيف اليوم؟ قاعدة. انت من يافا؟ من يافا، والبحر هو جزء من حياة سكان يافا. انا شفتك قعدت هنا بهذا المحل مقابل المياه، هل في تأثير لكان؟ أكيد إذا جاي من شريط البحر فإذا بحب كل شيء فيه ماي، والبحر وحياة. حلو، طلع هيك تحاول نعمل هيك بانوراما. كمان مرة إحنا متواجدين في بحيرة نهور جل منطقة سياحية فيها كثير فعاليات سياحية. طبعا احنا في طريقنا هنا بنحاول نلقي مع الجميع. ام احمد صباح الخير. كلنا ام احمد. كيف انت؟ احنا مريان هون. ام احمد كلنا، ام احمد نصنا احمد. رب العالمين تريحنا، اوتيل بجنن، اشي من الاخر، فاخر على الاخر. فاخر على الاخر. فطورنا كان مظبط،
الحمد لله مستريحين، ويلا بلشنا من اليوم الثاني، وهلا بلشت رحلتنا. هلا مش هسه ولا هسه، هلا بلشنا. يلا احنا المثلث نجاح نصير محمد من الطيبة، مرشدة كشاف معها درجة أشعار الغاب، وكثير كثير بتحاول تلاقي نفسها في الرحلة، رحلة كشفية من هالنوع. يعطيكم العافية. طبعا زي كل محل سياحي بنلاقي فيه المحلات المباع والشراب والآتيك وكل هاي الأشياء. هنا بعمل عصير كوكتيل. بدي أجلطك اليوم. يلا اعمل كوكتيل، صار في زباين عندك واقفين. يلا طلك المصاري قبل أول وحدة. عن ذوق ولا تشتروا سمك ببحر؟ لا بعمل كوكتيل مع عسل، مع عسل بعمل كوكتيل. مع عسل متأكد؟ أبو آدم، أبو آدم ما تغشنش. أبو آدم طبعا هو مندوب الشركة السياحية اللي مسؤولة عنا. أبو آدم أنت على البث مباشر بالك يعني. أنا بحبش البث. يعني كل كلمة بتحكيها مسؤول عنها. رجع مالي خلص مالي كنت بقى الجوز. اوكي نيو بيت اسع لي يا روح. تعال تعال يلا اوكي. كيف الاسعار؟ شو هذا؟ هنا الكستنة. كستنة قبالة. كستنة قبالة هاي بدون الزراعة يطلع بنفسها بدون خدمة. احكي لنا كثير هنا. انت اللي انت صاحب المحل هون؟ نعم. اذا ممكن هيك شوي تحكي لنا. حكيت انه كستنة قبالة. كستنة قبالة شو المميز؟ انت من سكان قبالة؟ انت انت اذري؟ اذربيجاني. اذربيجاني. اسا انا عارف بس حبيت تحكي. هذا كستنة قبالة. نعم مشهور في اذربيجان. يعني طعمه غير طعم لا تجد في اذربيجان بس الا في قبالة. عن ذوق؟ احسن كستنة في قبالة. احسن كستنة قبالة يعني. في قبالة. قبالة. نعم. قبالة. نعم. حتى في أذربيجان. حتى في جورجيا موجودة الكبيرة كستانة. بس لا يترك الجلد. حلو. عمه شيء غير. حلو. بس اللي. هذا أحسن. يعني المميز للكستانة هاي إنه هي لما تقشرها قشرة تطلع ومش فيش صعوبة. حتى الجورجيين يطلبون من قبالة، يريدون الكستانة قبالة يحبونها. طيب عرفت. طيب هسه بعد. كثيرة. طيب. طعامه ممتاز. طبعا. لا تجد بهذا الطعام في عالم يعني. حتى جوز، حتى بنك، تفاح القبالة شيء غير. طيب طيب عرف نفسك للمشاهدين، احنا من بث مباشر. المرشد تبعنا احد المرشدين، احنا معنا طاقم من المرشدين ومن المرافقين للشركات السياحية اللي عم تنفذ لنا الرحلة. بس انا اقول شيء واحد، انا احب الفلسطينيين يا زلمه. فلسطين وطني، فلسطين شرف. ومنموت عليه ان شاء الله باذن الله. انا ساصلي صلاه الجمعه في مسجد الاقصى ان شاء الله. انا ما اعرف الاسرائيليه بس انا اعرف دوله فلسطين. طيب احنا بنكمل جولتنا. كيف وصى المرشد عرايو الكستنة هي مميزة ومعروف عنها في الجودة تاعتها، القشرة تاعتها لحالها بتطلع. متأكد ام حسين؟ ام حسين انت ما تحاوليش تروجي البضاعة التركية.
أذربيجان دولة فقيرة، بدنا كمان بدنا نساعدها، نشترك هسه قد ايه بنقدر. كثير مرتب ومنظرها اصفر اصفر وجوا. طيب هون كمان البشار. كل بوك الكستنة هون كيف شايفين أبو سليم، الكل بوك الكستنة، وكمان بدنا ناكل. انت بتحب تطلع تفتش كشاف تكشف، انت عايش الطبيعة وشايفك مبسوط كثير، ليه؟ بتشم الطبيعة هون الحقيقية. يسعدك. صحتين 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 صحتين. استنى شوية ابو لوى. عن جد ابو لوى شكرا ابو لوى. هاي انا ابو فادي صح، وانا في على الكستنة. هاي عراي المرشد، المرشد تبعنا بقول كستنة مميز، وقاعد يشرح كيف انه تختلف عن الباقي الكستنة اللي بتشوفها في جورجيا فاضة، انه بتقشر فعلا. انا اعطيتك تقشرها، القشر بتطلع بسهولة. نطلع الساعة الشلالات ابو فادي لفوق. طيب احكينا معناته وين اسا بدنا نروح؟ اسا بدنا نطلع الباصات، بطلعوش على الجبل لفوق، في هون مسافه اللي بدها بحاجه لسيارات صغيره مشان الواحد يقدر يطلع فيها. احنا استاجرنا 4 سيارات هون، اللي فيها تطلع المجموعه كلياتها. احنا تقريبا 80 شخص، يعني كل المجموعه بتركبوا 4 سيارات، كل سياره 29. نطلع شلالات فوق، في 7 شلالات اللي هن الواحد بيطلع بشوفها. فخليكم مفاجاه تشوفوا وقت الجمال الطبيعه فوق بالجبال. انت بتحكي المفاجاه قاعد على الهواء، العالم كله بيعرف شو اسمها، بس المجموعة على حد لسه بيعرفوها. احنا بننتظر المزيد من المفاجآت ابو اللواء. Del camino.
perdido entre la boca y la neblina. Estoy quedando solo sin la silla. إلى هنا نكتفي بهذا القدر من البث المباشر من منطقة سياحية، إحدى المناطق السياحية في القرب من كفالة، نهور جل، بحيرة نهور جل. إلى اللقاء في بث آخر بعد قليل.